أي قرار ستتخذه الولايات المتحدة الآن بشأن أفغانستان سيكون له أثره الكبير على هذا البلد المضطرب. ورغم بعض المطالبات الدولية بتمديد أجل الانسحاب من أفغانستان، فإن واشنطن تبدو عازمة على إنهاء وجودها هناك في نهاية الشهر الجاري كما هو مقرر. القرار الأمريكي ستكون له انعكاسات أيضا على حلفاء واشنطن، خاصة من لهم رعاية يريدون إجلاءهم. والسؤال الذي لا يزال يثير نقاشا حتى الآن، ما هو الخيار الأفضل للوضع في أفغانستان؟ وكيف يؤثر الانسحاب الأمريكي في الموعد المحدد على عملية الإجلاء؟ نناقش مع ضيوفنا الليلة من مدينة كارديف بالمملكة المتحدة مدير مركز تحليل السياسة الخارجية البروفيسور بول موركرافت، وأيضا سيكون معنا من مدينة سافانا في ولاية جورجيا الأمريكية الخبير الاستراتيجي الديمقراطي مارك تيت، وينضم إلينا لاحقا في هذا الحوار من كابول الكاتب الصحفي فضل القاهر قادي. أهلا بكما الآن معي أستاذ بول وسيد مارك. وسأبدأ من لندن حيث بدأت هذه المطالبات بضرورة تمديد مهلة الإجلاء، بضرورة تمديد هذه المهمة إلى ما بعد 31 من هذا الشهر من أغسطس. سيد بول، استمعنا اليوم إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يقبل لربما توصية البنتاغون بإنهاء هذه المهمة في التاريخ المحدد لها، أي في 31 من أغسطس. ما هي المخاوف البريطانية في هذا الإطار؟ وهل ستنتهي المحاولات البريطانية هنا لإقناع الرئيس الأمريكي؟ المملكة المتحدة لا يمكنها فعل الكثير في هذا الصدد، وهي معتمدة على القوات الأمريكية التي هي التي تدير وتسير المرور في المطار. وإذا خرجت أمريكا في نهاية هذا الشهر فإن بريطانيا ستفعل الشيء نفسه، ليس لها أي بديل. أعتقد أن المخاوف تتمثل في مهاجمة المطار أو حدوث اصطدامات عربية بين طالبان والقوات البريطانية أو الأمريكية، أو استفزاز ما من قبل داعش أو القاعدة. الوضع خطير وهش للغاية، ولذلك نحن نفهم لماذا أمريكا تريد أن تسرع الخروج. كما نعلم مدير CIA تحدث مع قادة طالبان اليوم، هناك محاولة لتسريع الأمور من أجل تفادي أي أشياء سيئة أو خطيرة قد تحدث. وهذا يعني أيضا أنه كل القوات الأجنبية الأخرى ستخرج بمجرد خروج القوات الأمريكية. هذا سيء، لكن هذا هو الواقع. سأعود لأسألك سيد بول، إن كان بالفعل ستخرج جميع هذه القوات وجميع المؤهلين بالخروج من الداخل الأفغاني بحلول هذا التاريخ، لكن أرحب بالأستاذ مارك معنا أيضا في هذا الحوار. أستاذ مارك، الرئيس بايدن بموافقته على توصيات البنتاغون هل يكون قد اتخذ القرار النهائي؟ لأنه بعد هذه الموافقة أشار وطلب من جانب البنتاغون خططا طارئة للبقاء فترة أطول في أفغانستان إذا كان ذلك ضروريا. هل نفهم بطلبه هذا أنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية لربما تمديد هذه المهلة؟ نعم، كما قال البروفيسور بشكل ذكي، مدير وكالة الاستخبارات المركزية اليوم CIA التقى بزعيم طالبان في كابول للحديث عن كيفية إكمال الإجلاء بشكل ناجح. وأعتقد أن هذا بطبيعة الحال ما كنا نريد أن يحدث، ما كنا نريد أن تؤول الأمور إلى هذا الشكل. نعرف
الضيف أنه كما قال ضيفكم من كارديف، أمريكا لن تتخلى عن الآخرين، ولكن القوات الأمريكية تعمل بشكل دؤوب لإجلاء الجميع بما في ذلك الأفغان المتعاونين معها. نعرف أيضا أن هناك الكثير من المشكلات التي تتعاطى معها القوات الأمريكية. إدارة بايدن وطريقة إدارتها لهذا الانسحاب ليس هذه هي المشكلة الأولى مع الأفغان، وإنما المشكلة الأولى هي غزو أفغانستان، وكان هناك مهمة لم يتم تنفيذها بشكل ناجح، لأن أفغانستان هي بلد قبلي. بعد قتل أسامة بن لادن ظلت أمريكا هناك وحاولت أن تحول أو تغير النظام القبلي إلى نظام ديمقراطي مركزي. كانت تلك مهمة مستحيلة. أعتقد أنه في 2001 عندما تم قتل بن لادن كانت طالبان مستعدة للاستسلام ومستعدة لتقديم أسلحتها. نحن فوتنا تلك الفرصة، وديك تشيني في ذلك الوقت قال إننا سنواصل سعينا لطرد طالبان من كل زاوية وركن في أفغانستان، وهذا لم يحدث طبعا. بعد ذلك جاء أوباما وقتل بن لادن، وكانت تلك فرصة ذهبية للخروج والقول إن المهمة اكتملت وبالتالي سنخرج. للأسف أمريكا لم تعمل ذلك، وقالت إنها لن تدخر أي مقاتل من طالبان بعد قتل بن لادن، وكان ذلك المأزق. إلى أن وصلت الأمور إلى بايدن، عندما نرى هذه اللقاءات بين فريق بايدن وطالبان، وحدث قبله تشاور مع طالبان دون تشاور مع الحكومة الأفغانية. الآن مقاتلون بالمئات الآن يواجهون القوات الأمريكية ندا لند. أعتقد أنه مع طالبان كان علينا أن نقول للحكومة الأفغانية سنرحل دون الاضطرار إلى الحديث مع طالبان. الكل قال إن المستقبل سيكون قاتما، ولذلك هذا وضع ليس جيدا. لم يتخيل أحد أن تؤول الأمور إلى هذا المنحى، لكنني أعتقد أنه بالرغم من كل هذه القلاقل وهذه الموجات من الفرار ومحاولات الفرار، يمكن للقوات الأمريكية أن تضمن انتقالا آمنا. سأعود لأسألك عن هذه الضمانات سيد مارك، لكن سيد بول، نرى لندن منذ اللحظة الأولى لبدء عمليات الإجلاء وهي تحمل الجانب الأمريكي مسؤولية ما آلت إليه الأمور في مطار كابول. أنا أسأل في هذا الإطار، إن كان اتخاذ قرار الخروج يعود لأشهر وسنوات، هل كان في تنسيق بين هذه الدول الغربية والجانب الأمريكي حول عمليات الإجلاء؟ هل كان في حديث كيف ستتم هذه العمليات؟ وإن كان التنسيق موجوداً، لماذا لم تبدأ منذ زمن؟ لم يكن هناك تعاون كاف بين وزراء الدفاع لحلف الناتو، وأعتقد أنه كان يجب أن يكون هناك فريق من وزارة الدفاع والخارجية مع كل النظراء الذين لهم قوات في أفغانستان. وبطبيعة الحال هناك قاعدة باغرام وهناك قواعد أخرى، كان يجب استخدام قاعدات باغرام وعدم قصر الأمور على كابول. لم يكن هناك تنسيق وتعاون كاف بين الأمريكيين والبريطانيين. كانت هناك على النقيض من ذلك الكثير من الخلافات بين الدبلوماسيين الأمريكيين والمسؤولين البريطانيين، وهؤلاء كانوا مسؤولين رفيع المستوى وكانت لهم خلافات. أعتقد أنه يمكن استخدام
استخدام عبارة التورط في وضع مخجل ومذل، هذا الذي أوقعت فيه أمريكا نفسها وحلفائها، لدرجة أننا وجدنا أنفسنا مكتوفي الأيدي وغير قادرين على فعل أي شيء. أنا أقلق بأنه حتى لو قمنا بأشياء تصحيحية فإن الضرر قد حدث مسبقا. هذا اللقاء بين CIA والطالبان هو أمر مذل، لأن هذا ما تريده طالبان، تريد أن يعترف بها وتتاح له الفرصة، تتاح لها الفرصة للجلوس في مثل هذه اللقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى. لذلك هذا يعني في الواقع أنه يجب أن نعرف أن هناك الكثير من اللاجئين الذين ينزحون إلى باكستان، وهناك الملايين من الأشخاص في أفغانستان سيفرون من الجفاف ووباء كورونا وأشياء أخرى. وبطبيعة الحال الطالبان لن تتمكن من مواجهة كل هذه الأزمات. الآن طالبان تقول إنها لا تريد الأفغان أن يرحلوا، ولذلك هم يوقفون الناس ويمنعونهم من التوجه إلى المطار. حركة طالبان لها شعبية في البوادي والقرى أكثر من الحواضر. بطبيعة الحال سيد بول، سأعود لأسألك، إن كان بالفعل الجانب الأمريكي بحسب ما تقول لنا هو من شرع بلقائه بهذه الحركة، هو من شرعها ومن أعطاها لربما الزخم حتى تعود بهذه القوة إلى الداخل الأفغاني وتحديدا إلى العاصمة كابول. أستاذ مارك، اليوم التواصل مستمر مع هذه الحركة، وقد أشار إلى ذلك المسؤولون الأمريكيون وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن. إن كان التواصل جيد مع هذه الحركة لإتمام عمليات الإجلاء، ما الذي يعيقها إذن؟ ولماذا نرى الجانب الأمريكي متخوف من إمكانية استكمالها؟ أولا أود أن أقول أنني أقدر شرح البروفيسور موركرافت وقوله إنه لا يمكن فعل أي شيء ولا شيء سيشعرنا بحال أفضل بعد أن تم اتخاذ قرار الإجلاء والانسحاب. لكن من أجل تفادي ما يحدث اليوم، حيث نرى أن هناك أيضا مأزقا وورطة وقعت فيها إدارة بايدن، لأن الذي أبرم الاتفاق مع طالبان في المقام الأول هو ترامب في فبراير. لذلك أعتقد أن المشكلة التي أمامنا الآن هي أن ترامب مسبقا اتفق على رفع كل العقوبات عن طالبان، والبروفيسور محق، طالبان قوية في البوادي والقرى ولكن ليس في الحواضر. هذا أمر واضح وجلي لمسناه ورأيناه من خلال الأماكن التي سيطرت عليها بشكل سريع. ولا يمكن أن نتكهن بما إذا كانت أفغانستان على المدى البعيد ستكون مكانا تحظى فيه طالبان بشعبية، لكن نعرف أن هناك متعاهدون كثر تم فسخ عقودهم، وكان هناك الكثير من الأفغان الذين صدقوا دعاية طالبان بأنه يجب التخلص من الغزو والاستعمار. ونعرف أنه كان هناك الاتحاد السوفيتي غزا أفغانستان وتورط هناك، وبالتالي حدثت هناك الكثير من المعارك من قبل المجاهدين لنحو 10 سنوات كانت تدعمهم أمريكا بالمناسبة. والآن بعد فشل هذه المهمة لتدريب الجيش الأفغاني بأفضل المعدات والأسلحة، ومع ذلك لم يتمكن هذا الجيش الأفغاني من مواجهة تكتيكات طالبان. إذن تفادي الفوضى لم يكن أمرا قائما، لكن من السذاجة بمكان أن ندعي أن الانسحاب تم تنفيذه بشكل جيد. طبعا لم يكن الأمر كذلك، كان يمكن بذل جهود أفضل من أجل جعل
لهذا الانسحاب أكثر تنظيما، لكن علينا أن نتذكر أن هذا تم البدء به في أبريل، والآن هناك موعد 31 من أغسطس. أعتقد أن المهارات التفاوضية للولايات المتحدة الأمريكية عبر وكالة الاستخبارات المركزية للتعامل مع الطالبان، أعتقد أنها ما تزال متواصلة، وأنها ستركز على جعل الأمور تسير بشكل مرن. الوضع ليس مثاليا ميدانيا، وإنما يعطي نظرة كارثية أكثر ولا يساعد العمل الميداني. هذا أيضا يجعلني أتفق مع البروفيسور ماركروفت بأن الأفغان يفرون لأسباب عديدة من الجفاف، ونتفق مع هذا المعطى. هناك مصاعب اقتصادية كثيرة بالإضافة إلى جائحة كورونا، وهناك أيضا ما حدث خلال 20 عاما، والكل يقول إن أخطاء تشيني وبوش الآن تدفعها إدارات حالية في أمريكا. نتائج 20 عاما أوصلت اليوم حركة طالبان للحكم في البلاد، أوصلت حركة طالبان لأن تحدد هي بنفسها ما إذا كانت المهمة الأمريكية قد انتهت أو يمكن تمديدها بعد. سأرحب بضيفي من كابول الكاتب الصحفي فضل القاهر قاضي. أستاذ فضل القاهر، أهلا بك معنا في غرفة الأخبار. تقول حركة طالبان إنها وضعت خطا أحمر لانتهاء هذه المهمة، تضيف أيضا إنه لا يمكن لانسحاب القوات الأمريكية أو لمسألة تمديد الانسحاب أن يتم، وبالتالي نتساءل ما الذي يجعل حركة طالبان تتخوف من إمكانية التمديد، ولماذا تصف ذلك بتمديد الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، مع العلم أنها هي الحركة الوحيدة اليوم التي تتواصل مع الجانب الأمريكي. مساء الخير لك ولضيوفك. في الحقيقة ما يحصل الآن من تطورات على الأرض بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة، الحركة الآن هي الآمرة وهي الناهية وهي التي تسير الأمور، وفي الواقع هي اللي تحكم الآن البلد. في الواقع يعني شيء طبيعي إنه هي اللي تتفاوض مع الجهات الأخرى حول عملية الإجلاء ومتى ستنتهي ومتى تستمر ومتى تمدد. في الحقيقة الحركة قالت أنها يعني أنها تتعاون وأنها تؤمن الطريق الآمن لخروج الأمريكيين والمتعاونين معها من مطار كابول. في الواقع ما يحدث الآن في الواقع من صعوبات ومن عمليات الإجلاء التي حصل فيها التدافع الشديد والفوضى العارمة هنا، البعض خاصة الحركة تحمل الولايات المتحدة ما يحدث الآن من سوء الإدارة ومن سوء القيادة في الواقع، رغم أن لديها الكثير من الإمكانيات ولديها الكثير من الأجهزة والمعدات، لكنها يقول فشلت فشلا ذريعا في التحكم وفيما يحصل الآن في الواقع في مطار كابول. نحن رأينا بالأمس هناك هجوم حقيقة وقع عندما قام مسلحون بمحاولة اقتحامهم المبنى البوابة الشمالية لمطار كابول وما حصل فيها من قتلى. لذلك لا شك أن هناك الحركة تريد أن تقول أنه الآن على القوات الأمريكية والقوات الأجنبية لابد أن تستكمل انسحابها، وهو طبعا كما أعرف أن هناك اتفاق في الواقع جرت بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في 2020 في الدوحة، والتي ينص في الواقع على أن تتم وأن تستكمل عملية الانسحاب في 31 من أغسطس. لكن في الواقع أعتقد أن الآن يبدو أن المرحلة صعبة جدا، هناك أعداد كبيرة جدا من الذين يريدون المغادرة كابول ومغادرة العاصمة الأفغانية كابول، أو ربما هم كما ذكر ضيفك من أنه هناك مواضيع تتعلق بأنهم لا يعرفون ماذا سيحدث في مستقبل البلاد، هناك خوف أو ربما هناك حالة من الهلع
خاصة فيما يتعلق كيف سيكون كيف تدار المرحلة القادمة وطريقة الحكم. فلذلك هناك أسئلة يعني موجودة وعلى يعني في أذهان المواطنين الأهالي هنا في كابول الذين عاشوا في 20 سنة الماضية وقدموا الكثير، لكن الآن في وقت بدأت الأوضاع تتجه إلى مستقبل غامض في الواقع. أنا أعتقد أنه لابد يكون هناك لابد أن نعطي أملا، أنه لابد أن يكون هناك أمل ويبدأ هناك صفحة جديدة، والحركة حقيقة أعطت تطمينات لأنه سيكون هناك حكم ديمقراطي، ليس كما الديمقراطية في الغرب، لكنه سيمنح جميع الحقوق لجميع فئات الشعب. لكن على ما يبدو ذلك لا يتحقق قبل يعني الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان. أستاذ فضل القاهر، بما أنك انضميت لنا الآن، أود أن أسألك، لأنه أشرت في سياق حديثك إلى أن الجانب الأمريكي باستطاعته لربما حسم المشهد في مطار كابول، أنا أسألك عن إمكانياته الآن، وهل بالفعل قادر بحسم المشهد أيضا خارج مطار كابول في محيط مطار كابول، أم أنه الأمر فقط متعلق الآن بالحركة وبكيفية تسهيلها مرور من يحق له لربما الخروج من أفغانستان؟ نعم، في الواقع حركة طالبان هي التي تسيطر في الواقع على العاصمة كابول، وتسيطر على أكثر المرافق وعلى معظم يعني كابول. في الواقع هي الآمرة وهي الناهية وهي التي تسير الأمور. وطبعاً إنه الحركة الآن كما ذكرتي هي يعني تضبط الأمن خارج محيط مطار كابول. هل تسمح للناس أستاذ فضل القاهر؟ علمنا إنه من لديه لربما جواز أجنبي بإمكانه أن يمر، لكن الكثير من الأفغان يريدون الخروج، هل يتم السماح لهم اليوم بمرور هذه الممرات اللي وضعتها الحركة على أبواب المطار؟ نعم صحيح، الحركة عبدت أنها تقول أنه ليس لديها مانع أنه إذا أراد شخص أن يغادر بلده ويغادر، بالعكس يقولهم ليس لديهم أي مشكلة، لكنه في نفس الوقت قال أنه هذا بلدكم وهذا يمكنكم أن تستقروا، ولماذا يعني لماذا عندكم القلق يعني. فهم يقولون بأنه نحن ليس لدينا أي مشكلة وأننا نوفر الممر الآمن، لكن المشكلة الحقيقية هنا أنه البعض الذين هنا في المطار الذين جاءوا كما ذكرتي هو موضوع الخوف حقيقة. صحيح. من القلق مستقبل البلد يعني من ماذا سيحدث، ولذلك هم أكثرهم قد لا يعني ليس عندهم وثائق، قد لا يكون عندهم جوازات سفر، يعني هم الحقيقة بعضهم تسببوا فيما يحدث الآن في الواقع من الفوضى الموجودة حقيقة في مطار كابول. وطبعا لا شك أنه هناك أمور أخرى، أعتقد أنه هناك خوف من أنه قد يدخل بينهم أشخاص مسلحون أو أشخاص قد يهددون حقيقة المحيط أو المنطقة. وكما نعلم أن هناك الولايات المتحدة حذرت أنه رعاياها من عدم المجيء إلا بموعد مسبق. صحيح. يعني هناك ربما تهديدات موجودة في ولذلك يعني هذا الذي تخاف منه الحركة وتخاف منه كذلك. لذلك أيضا تكثر التساؤلات ضيوفنا الكرام الليلة من المصير الذي ينتظر هؤلاء الذين لا يتمكنوا من الخروج. وهنا سأوجه سؤالي للسيد بول موركرافت اللي قضى بعض الوقت كمراسل أيضا أستاذ بول في أفغانستان سابقا، ما مصير هؤلاء الذين تعاملوا مع القوات الأمريكية، تعاونوا معهم طوال الفترة الماضية، إن بالفعل لم يتمكنوا الخروج الآن قبل 31 من أغسطس؟ على فكرة هذه حرب تتواصل للعام 31 وليس فقط للعام 20، نحو 30 عاما من الحرب هي المدة التي جسدتها الاشتباكات في أفغانستان وعدم الاستقرار. أود أن أقول إنه خلال 20 عاما الماضية
أصبح الكثير من الأفغان لا يعارضون نمط العيش الذي أصبح سائدا لهم، لكن هناك مع ذلك جزء كبير من الأفغان يحاولون أن يغادروا أرضهم. هذه الظاهرة للمعرضين للخطر وللفقراء دائما يحاولون الهجرة، لذلك أعتقد أنه سيكون هناك ضغط وإكراهات لتنفيذ هذا الإجلاء بشكل ناجح، لكن علينا أن نقر بأنه إذا نظرنا إلى الجيران خصوصا الهند وباكستان، إذا عملت استخبارات هذه الدول على العمل مع طالبان ربما سيكون هناك تفاد لعمليات الإعدامات التي قد تنفذها طالبان، لأن الجميع من الملاحظين يعرفون أن الجيش الأفغاني كانوا يعرفون أن هذا الجيش سينهار، لأنه كانت هناك تدريبات، لكن كل المعدات كانت قد تكلفت مبالغ طائلة وهي زودت من قبل الجيش الأمريكي. وأفغانستان في عهد الاتحاد السوفيتي كانوا يتلقون الأموال من السعودية ومن بعض الدول، لكن أعتقد أنه إذا نظرنا إلى تاريخ أفغانستان فإن هذا النزاع سيتواصل ويستمر حتى مع قيادة الطالبان في المستقبل. هناك الكثير من المشكلات والمعضلات مع الجيران باكستان وإيران والهند، وسيكون من الصعب على الطالبان أن تجعل الأفغان داخل الحدود الأفغانية فقط. سيد مارك، من يتابع هذه التطورات وما آلت إليها الأمور ووصول طالبان إلى الحكم يقول ربما أن المستقبل السياسي لأفغانستان لا يثير قلق الولايات المتحدة بالقدر الذي تثيره حملات الإجلاء الفوضوية. هل توافق على هذا الرأي؟ وهل تنتهي المهمة الأمريكية مع انتهاء عملية الإجلاء؟ أنا أتفق معك، يجب أن نقلق فعلا بشأن مستقبل أفغانستان. وكذلك أشكر البروفيسور موركرافت على تذكيره بدعم أمريكا للمجاهدين في عهد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، لكن علينا أن نعرف أيضا أن أمريكا خلال 20 عاما الماضية شنت العديد من الحروب في أماكن مختلفة. الآن هناك إدراك بأنه يمكن تسخير الطائرات المسيرة من خارج أراضي النزاع، يمكن أن نتحكم في طائرة مسيرة تحلق فوق أماكن نائية بعيدة ونحن نجلس في مقعد في أريزونا. لذلك هناك إدراك بأن أمريكا يمكنها العمل مع الحلفاء لمواجهة الجماعات الإرهابية. طالبان وعدت بأنها ستحاول استئصال العناصر الإرهابية من داخل الأراضي الأفغانية، وبالنظر لأن هذه الأيديولوجيا للطالبان هي التي سادت حاليا، فهي التي ستفضي إلى إمارة إسلامية، وهكذا تتبلور الأمور وتخوض هذا الاتجاه. نعرف أن طالبان لها تاريخ طويل في هذه النزاعات، والآن يبدو أنها ستحاول الصمود والبقاء، ولذلك هي تيسر هذه العلاقات مع إيران. والآن تم استعادة واستئناف العلاقات مع إيران، وشيء نفسه يحدث مع الصين. أعتقد أن على أمريكا أن تتعامل مع هذه الحركة في المستقبل بناء على الوعي الكامل بطبيعة أيديولوجيتها. نعرف أن إسرائيل
إسرائيل يتم التعامل معها، وهي قائمة على عناصر ودواعي إثنية، وهي بشكل مشابه لتلك الجذور التي يتشبث بها عناصر الطالبان من خلال تمسكهم بالإثنية البشتونية. وبالتالي فإنه لا بد من الإقرار بأنه لا يمكن أن نأمل بأنه يمكن أن نسود على الأمة بأكملها ونفرض الديمقراطية. رغم الكارثة التي حدثت، أعتقد أنه آن الأوان أن نقر بأن طالبان أرادتنا خارج أراضيها، ولذلك فإنه ربما كان الانسحاب قد يكون أكثر تنظيما، لكن آن الأوان أن نرحل. لكن هذا لا يعني أننا لن نهتم، ولكن لن نظل أمة تبني الأمم الأخرى. تريد هذه الحركة أن ترحل الولايات المتحدة بالوقت المحدد لها ولا تقبل التمديد. أستاذ فضل القاهر قاضي، قبل ما أختم، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان حذر من أنه ستكون هناك عواقب إذا أخرت الولايات المتحدة الانسحاب من أفغانستان. ما هي ردة الفعل التي أشارت إليها طالبان؟ هل في هذا التصريح تهديد؟ في الواقع حركة طالبان طبعا لا تريد في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، خاصة مع وجود قوات أمريكية وأجنبية هنا، أن تقوم بحركة طائشة في الواقع، أو تتصرف تصرف طائش. وهي أعتقد أنه قد لا يقوم بهذا، لأنه يعرف ويتعي تماما بأنه هذا سيسبب توتر حقيقة لا يقبله الحركة ولا أيضا الجوانب الأخرى. فأعتقد أنه الحركة طالبان عندما قالت أنه لابد للولايات المتحدة أو لحلفائها عندما تنتهي 31 من أغسطس أن تخرج، هي بذلك تريد يعني أن توصل رسالة واضحة، يعني محاولة الضغط أعتقد لا أكثر. لكن أعتقد أن هناك مشاورات بين القادة حركة طالبان والوكالة المخابرات حول تمديد عملية الإجلاء، وأعتقد أنه ربما ستستمر أو تمدد أعتقد باتفاق بين حركة طالبان والولايات المتحدة حول أنه يسمح لهم بتمديد عملية الإجلاء حتى تستكمل. وأعتقد أنه أنا لا أعتقد أن الحركة هو فقط أعتقد تصريحات محاولة للضغط أكثر أو لا أكثر من ذلك. الأيام المقبلة لربما ستكشف لنا ذلك. شكرا جزيلا لضيفنا من كابول الكاتب الصحفي فضل القاهر قاضي. نشكر أيضا ضيفنا من مدينة سافانا في ولاية جورجيا الأمريكية الخبير الاستراتيجي الديمقراطي مارك تيت، ومن لندن مدير مركز تحليل السياسة الخارجية بول موركرافت. شكرا لكم جميعاً.